ناس ذي المجارمة وناس كتموا الحق، والله الذي لا إله غيره الكتب دي قروها كثير منهم، قروا كتب السنة وعارفين الحق. يا أخي عبد اللطيف يا أخي لازم محمد أمان الجامي يقولوا تلميذ الجامي، الجامي ده أسد، ناس كبار بخافوا منه، كان عنده لخبطة بخاف طوالي منه، زول قوي في المنهج، يطعم في أهل الباطل ويرد عليهم. أنت تجي هنا تبقى أكثر زول بارد وترى الباطل وتلتزم أو تنتسب لجماعة الباطل، جماعة المركز العام فيها محمد مصطفى، وأنت يا أخي عبد اللطيف ساكت، فيها كامل عمر البلال يخزل في الدعوة، أنت ساكت، فيها إسماعيل عثمان يمشي للصوفية يثني على الأنصار، يمشي للإخوان المسلمين يثني عليهم، وأنت ساكت. هاي عبد اللطيف يكرم مرشد الطريقة السمانية وانت بقوله اعلم زول بالعقيدة وانت ساكت. محمد مصطفى يجي يتكلم في شكوك وانت تزعل يا اخي عبد اللطيف، وهذا ويقع حذرتها مباشر له قبل محاضرة شكوك والقلبوها ديك قبليها، قال هذا يطعن في هؤلاء الدعاء في بعض الدعاة، ولو تتبعنا عثراته لأخرجنا له كذا وكذا. أها ما اتبعتها جاتك عديل مدنكة لزحيت منه، يعني في شكوك ويزعل، وفي الصحابة العابدين ساين على الله ديل فيهم خير، وذات محمد مصطفى فجر لهم عديل. يا جماعة نحن معليش الفاظنا دي لكن فجر لهم عديل، قال يا جماعة أنا لو مخطئ الدكاترة كلهم ما يناصحوني ليه؟ ما بخافوا منك ولا ما عارف أنا فهمهم شيء، وما بزول قالت نادى من العلماء الذي اعتد بقوله، ما اخواننا كلهم يزول واحد ما يدل على انه بالنهايه وان سكتوا ما تكلموا، لكن ما واحد عنده معي خلاف لا اسال، لانه انا اخوهم في النهايه لو في واحد من اخواننا الدكاتره كلهم من حوزه بنيه الكلام ده يرى انه مخالف للشريعه، اخان ده بعده معي وطعوني قبل الشماش يقدر يتكلم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال وامانه التكليف فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك العبد الواجب عليه أن يكون أمينا أولا في دينه في علمه، ويتوريك خيانة الكثيرين ممن يكتمون الحق وممن يكذبون ومن يحرفون النصوص، إما أن يحرفوا ألفاظها من أجل استخراج أحكام توافق ما هم فيه، وإما أن يحرفوا معانيها. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية فيها ذم لأهل الكتاب ثم لعلماء هذه الأمة ممن يكتم الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن شيء فكتمه أو عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. الأمانة ده يا جماعة شوف تقول الحق وما تخشى في الله لومة لائم، عرفت دي من الأمانة العلمية، ده الحق كذا والدليل كذا وزولك مخالفه تمشي تناصحه، قبل الحمد لله، ما قبل طوال تبين، وما بنلزم بالمناصحه، ما بنلزم نقول وجوبا او شرطا، اكيد ما ناصحته قبل خلاص، لو ما ناصحته ورديت في الملا ما عليك حرج. تجي تقول لي مكاشف يعلم اللي في قلب بيعلم اللي في القلب ومكاشف وكذا والى اخره، ودي عقيده الصوفيه بيعتقدوا انه الغيب ده بيعلموه شيوخهم بيعلموه، زي ما قال البرعي قوماك نزاول الأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. والله سبحانه وتعالى في القرآن قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، نصدق الله سبحانه وتعالى ولا نصدق الصوفية؟ شكي يمشوا للدجالين شوف لنا الرائحة وشوف لنا كذا وكذا، وده كله يا جماعة باطل يخالف دين الله سبحانه وتعالى، زول تبقى عقيدته في الله صحيح، ما بيعلم الغيب إلا الله، ما بديك جنة إلا الله سبحانه وتعالى، ما تحلف إلا بالله، ما تتبرك بتراب، ما تنادي شيخ يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا.
ودي من الأمانة توصل الكلام ده للناس، والله ده من الأمانة. والذي رفع السماء الليلة دي كنت كبير راكب مع زول في البلد ماشيين على السوق راكب معاه ورا، قال لي جات ركبت معاه إمارة في المحل دي، قلت له اشتغل دعوة انت شغال كذا وأجرك اشتغل دعوة، قال لي ركبت معاه إمارة في المحل ده، قال لي لما ركبت قالت يا رسول الله، قال لي قلت لا يا مرأة يا حاجة يا خالة ما تقول يا رسول الله قولي يا الله، الرسول ما بنادو، لا أنا بنادو الله بس سبحانه وتعالى، والرسول نفسه قال إذا سألت فسأل الله، قال لي فهمت والله، قال لي اللفظة اللي قالت لي، قالت لي والله الرجال اللي أنا بركب معهم دي الخاينين ما علموني باللفظة دي كده، أنا والله ذكرت الموضع الليلة دي، قالت لي وخاينين باللفظة دي، مرة كبيرة بتقيم إنه زول اللي بينطق بالحق أمين والزول اللي بيكتم الحق خاين، وديل قاعدين 16 سنة وعشر سنوات ما عارفين المعلومة دي ولا ما قادرين يطبقوها، ناس نسأل الله العافية، ناس كلهم ناس غريبين والله، ما الناس زي اللي أنا بتعجب فيهم. دي محمد حسن الددو يقول من العلماء المجتهدين يوسف القرضاوي دم لخبت لما ذاته مبال، ويجي محمد سرور يقول كتب في كتابه منهج الأنبياء، يقول كتب العقيدة كتب عبارة عن نصوص وأحكام فيها جفاء جفاء. شيخ ابن باز سألوه قال الذي يقول هذه المقولة هو مرتد إذا قال بأن القرآن والسنة فيهما بأن القرآن فيه جفاء وأن السنة فيها جفاء. الشيخ محمد أمان الجامع عمل فيه شريط أثنى عليه، أثنى على الشيخ الفوزان، قال وقد أخرج الشيخ محمد أمان الجامي شيخنا كذي، قال شيخنا محمد أمان الجامي شريطا في الرد على هذا الرجل، قال فيه وأنت يا محمد سرور تقول بأن هذه الكتب فيها جفاء كتب العقيدة، أخرج لنا أنت الكتب التي ليست فيها جفاء وفيها تناول التوحيد، أين دعوتك إلى التوحيد؟ وإذا وصفت دعوة الأنبياء والرسل بالجفاء فما هي الدعوة التي فيها ترغيب عندك أنت؟ هذا الرجل لا يصلح أن يقيم شباب المسلمين، هكذا قال محمد ديل جو استقبله، والكلام ده دخلنا في شغل نازل ما عندنا مانع علمية ده دخلنا في شغل. لا يا ما قدر ما أقول لهم قول ظريفين شغل دي. بعدين قد النار بيجيك في الدرس بيقول لك التوحيد التوحيد، يعني كان نسيت بذكرك ذاته. واحد من أخواننا في مسجد في أم درمان بديت النصيحة أنا دائرة ما هيد لهم وجيهم في التوحيد، وقف لي ورا قال لي أقول لي يا مسلم أصبر شوي، لما الناس اتلفت ورا لقوا شغال كده، وبعد شوي جبت التوحيد بقى يضحك سنونه ظهر ذا الشغل يعني، هذا الله يتقبل يعني.